next part of the activity book. الجزء الثاني من الأخير همينة من الكتاب النشاط. عندكم صفحة 28، هذا التمرين كله ترك. صفحة 29، هنا أنا مثل ما أخذنا بالقواعد مال الدفتر اللي بالجزء الأول مال الفيديو، هسه راح نشوف الماست والهاف تو والنيد تو والهاز تو. هنا مذاكرها لا تعني obligation. بعدين نشوف نكمل don't have to، mustn't، needn't، هذه تعني it's not to do something، يعني it's not necessary to do something. زين، أول شيء بالامتحان يقول لك when you get in the car you فراغ put on your seat belt، يعني أنت ما تقعد بالسيارة لازم شنو أنت ترتدي حزام الأمان. يعني هل يجب عليك؟ لو مو داعي، لا لازم إجباري، إذا must. هذه ثانية وزارية. There is petrol in the car، أكو بنزين بالسيارة. So you go to the petrol station، إذا أنت تروح إلى موقف السيارة يقول أكو بنزين بالسيارة، إذا ماكو داعي تروح. You needn't، زي ما أنا يصير أقول you don't have، بالضبط عافية يصير أقول أنا you don't have، بس ما يصير مثلا شو أقول له there is a petrol in the car so you needn't، أنت ماكو داعي تروح إلى البترول ستيشن، أو you don't have to، ماكو داعي. بس باعوا هذه أكثر شيء، بس ما يصير أقول you mustn't، لا يجب عليك. يعني ممكن أكو بها بنزين بس مو فول، أكو بنزين بها قل يعني مال مشي الطريق، تفهمون قصدي؟ فهو عاد تقدر تستخدم mustn't، بس لا يعني أكثر شيء needn't و don't have. زين، you are driving too fast، أنت تقود بسرعة، you فراغ slow down، يجب عليك أن تبطئ، إذا you must slow down، أو ممكن أقول you have to slow down، أو ممكن أقول you need to slow down. Please put your cigarette، لازم ذب سيجارتك. فراغ smoke in the police station، you mustn't، لا يجب عليك أن تدخن في موقف الشرطة، okay؟ مركز الشرطة. You فراغ pick me up in the car، I will get the pass. فراغ إن أنت تستقيني، يعني شلون نقول تأخذني بالسيارة، أنا راح أروح بالباص. إذا أقول لك you don't have to pick me up، ماكو داعي إنه تتأخذني، أو you needn't، أوكي ما يحتاج يعني. زين، يقول لك هنا أنا police officers، أوكي police officers فراغ prevent crimes، يمنعون الجرائم، إذا هاي واجبهم، duty مالتهم، مهمتهم، إذا must prevent crimes أو have to أو need to. آخر شيء هاي وزارية أو مهمة كلش، فراغ be back later than 8 o'clock tonight or my parents will be angry، رجوع الساعة 8 بالليل أو إنه أولادي راح يغضبون علي، إذا I must be back، أني يعني I must be back later than، لازم أكون أرجع later، عشان نقول متأخر من 8 بالليل، غلط، لازم يكون late، عشان earlier، okay، أبكر، لأن يقول لك متأخر، كلمة later معناها متأخر من 8 بالليل، إذا I mustn't be back later than، أكثر، بعد than، أكثر من 8 بالليل. هنا هذا النوع يقول لك match the words and the definitions، write the words، هنا وصل التعاريف بالكلمات هاي. يقول لك without someone looking after it، بدون شخص ما يباوع عليها يسموها unattended، بدون مراقبة. فممكن بالامتحان يقول لك unattended، ممكن تجي match، ممكن تجي انت تكتب هاي. فهيش نوع من الأسئلة تخليها آخر شيء بالactivity book، عم تركز عليهم أكثر شيء تفهمهم. bags and suitcase that carry your positions on a journey، شيء حقائب تقدر انت تخلي بيها متاع، يعني شلون نقول اشياء امتع عماتك مع السفره، هنسميها الباكج او الباكج. نمبر 3، there is nothing in، ماكو شيء بداخل، احنا نسميها empty، فارغ. throw away او get rid of، التخلص من، هي dispose of، dispose of، واعرف شلون تفصلوها من تجون تقولون. say you are carrying something، carrying something you need to buy duty on، انه انت من تشيل شيء، اوكي، وانت تحتاج تدفع مضيفة على مدى يشيلوك اياها، احنا شو نسميها؟ نسميها هاي وينها declare، اوكي. letter B كل ترك. تجون على هذا التمرين كلش مهم وزارين، يقول لك read the advert، صفحة بكتاب student book، انا ما عندي كتاب ملون تخوف شان شرحت عليه. زين، يقول لك هنا أنا rewrite the following words and phrases without abbreviation، يعني انت هنا مطيكيها اختصارات. office buildings، فانت لازم تسويها بهذا الشكل بامتحان وزارة جهة من الجهتين، هذه 18 years وهكذا. باعوا هنا speak English and Arabic، هنا نقول لك
available. نفسها ضعوا هاي الحيلة، نفسها هاي ال available، أوكي نفسها بس تخلي لها apple APLE available at weekend. بعدين هنا نقول لك driving license بامتحان وزارة يكتبون S، فهو تقبل الوزارة يكتب S الطالب، بس أكثر شيء C ينتبهوا عليها. هاي هواي تجي بالوزارة، هواي يعني يأخذون الطلاب على درجات مثل company CO. أكو طلاب يفرقون بين company و computer، يعني ممكن بامتحان يجيب لهم company يعني يجيب لهم هذا الاختصار، أكثر الطلاب يكتبون هاي غلط. يعني أنا company computer تصير COM، أوكي دائما بالاختصار خلوا نقطة باختصارات هذني. الابورت appointment شلون الموعد a pit experience تجربة exp frequent frick اوكي بهذا الشكل. صفحة 31 كلها ترك عندكم، اوكي عندكم صفحة 32 read the extracts from the conversation and underline the past at the best alternative. إنه هاي الأشياء الرسمي والغير رسمي ممكن أقول، يصير أقول أني I want to talk to Mr. Hazem، I dash to you Mr. Hazem، لا أقول could I speak to Mr. Hazem، ممكن إنه أنا أتكلم. زين بعدين أقول لك will لو may I ask who's calling، ممكن تسمح لي منو متكلم لو منو متكلم، فلازم طلب. هاي وزارية، this لو that، هذا سامر عصام لو ذاك، فأكو فرق. just a moment لو just wait انتظر، لا لحظة. good morning لو is that are you Mr. Hazem، لا أقول is that أقول is that، هاي كلها هنا أنا. هاي كلها هنا أنا أقول good morning is that لو أقول are you Mr. Hazem، لا لازم أقول صباح الخير هل هذا Mr. Hazem مو هل أنت. number 6 I'm calling about لو because، أنا دا أتصل حوله مو دا أتصل بسبب. alright then would you like to come لو أقول do you like، طلب مقدم أخذناها. would you like yes I would لو أقول yes I would. what's a good time I come لو when do I come، شو وقت أجي شو وقت أجي، إذا ما هو الوقت الأفضل لعمد أني أجي. هذا وزاري وهذا طلاب يخافون منه اللي ما عندهم معاني قوي، بس انتوا شو تسوون، تقروا مره تقروا مرتين تفهموا، ها ينطبع بالبال. مثلا من تجون على you should not have any trouble doing other work، انه انت ما عندك اي مشاكل بالعمل، ايش راح تقول معناها؟ because it's very easy، هذا سهل. مثلا نجي number 4 I can speak English and Arabic، يمكن اتكلم عن انجليزي وعربي، راح تقول له so I should be able to talk to the most physical، اقدر انا اتكلم ويا هواية شو اسمه هذولا، وهواية هذولا زوار. فانت متحل بعد اثنين راح يصير عندك شلون حائر بين اثنين، ممكن كلمه واحده تساعدك تحل بيها كل الماتش، والماتش اكثر تخافون هواي طلاب يجاوبون عليه. هنا أنا هذا كلش مهم، هذا امينه موجود قطعه صفحه 20، هاي القطعه هي غير مطالبه بالحفظ لكن هاي المعاني اللي عليها. مثلا برانش بارتس، هاي تجي من الجهتين، جوين الانضمام يعني يصبح عضو، become member of، هاي يسميها similar meanings يعني نفس المعاني، install put in، maintain make sure it keeps working يعني تصليح، officer someone in higher position شخص ما مهمة عالية، supervise اللي هو المشرف be in charge of، civilian civilian اللي هو outside the military سموه شخص مواطن يعني مدني فهو خارج المهمة العسكرية. هاي كلها ترك صفحة 34، هذا التمرين كله ترك. لانا يقول لك rewrite the sentences with should or should not in the example. بالامتحان الوزاري يجيب لك هاي الجملة، اما يقول لك should لو shouldn't، الطلاب ايش عبالهم؟ عبالهم هاي نصيحة، لا عزيزي نصيحة اقول لك give advice، ونصيحة مبينة انه علي have exam، علي is hungry، علي is sick مريض، هاي نصيحة شيء مبينة، لكن هذه الجملة بها I think، لا هذا expectation توقع، فما الامتحان يقول لك بهاي الصيغة، أو يخلي لك هنا بين قوسين expectation توقع. عندك أول جملة يقول لك you have always wanted to fly، هنا شيء يقول لك you have always wanted to fly I think you will like the air force. هنا شنو مثل ما اتفقنا حسب القاعدة اللي أخذناها بالفيديو الأول، فشن نسوي نحذف ال I think نحذف ال will، هاي الجملة كلها تنزل ما علي بيها، راح أقول له I تبقى نفس ما هي، منار I تبقى نفس ما هي، جاغل آني أدا أحكيكم أخطاء الطلاب فيأخذون زيرو بالامتحان. ال I think أقول طلاب عشي يسوون يحذفون ال think غلط، هاي كلها تنحذف، هاي كلها تنحذف.
I think. زين شو راح أقول you should like the Air Force. بعدين أقول لك I have visited hard for the test. أني sorry I have studied hard for the test. إنه أنا درست كل زين للامتحان أو الاختبار. So I should pass. I should. ليش بتشو اللي عندي مثبت؟ حذفت ال will وحذفت ال think. You like exercising. So نكملها اخذ ال you so you should have trouble getting وهاي نفس الحاله نفس هاي هذا عندكم بالاخير this is a new computer so it should be عافيه انا ما عندي ول عندي verb to be فعل كينون فاحذف الاس واخلي بدالها شنو اخلي بدالها be عندكم صفحه 35 هاي كلها ترك مثلا how saw the robber من شاف السرقه هذه اشياء الوتنس اكيد شاف السرقه وهكذا هاي تحشي على القطع هنا او قطعه موجوده عندكم غير داخله صفحه 36 عندكم هاي كلش مهمه الرسمي والغير رسمي occurred حدث happened endured hurt alerted called preparatory staff investigate find out بالامتحان الوزاري يجيها من الجهتين اما يقول لك occurred happened او بالامتحان شو يسوي الوزاري يعطيك كلمه occurred وهاب يعطيك اياها بهذا الشكل يعطي نصها يساعدك اكو لا ما يساعدون وهي صيغه الصيغه الثانيه ممكن تجي بين قوسين مثلا يقول لك I have called لو alerted my friend انه انا اتصلت بصديقي هاي لو هاي انت اكيد حسب الفورمال او الليس فورمال بس هي ما تجي اكثر شيء تجي بهذا الشكل زين هنا انا عندكم التكست بوكس يحكي لي مش عن شنو يحكي لي عن الجيت والهاد الجوت والهات والميك اللي أخذناها بالقواعد راح أترك هذا الشيء أنا سبق وشرحت عليها مباشرة راح أدخل بالحل يقول لك somebody stole my television شخص ما سرق تلفزيوني فإحنا اتفقنا somebody أو I ask somebody نحذف ونقول التلفزيون السرق إذن I باعوا من كلمة my معناها ماتي إذن I got أو I had كيفي my television تلفزيوني هنا الأوبجكتيف بعدين أخلي الفعل بتصريف الثالث أو past participle اللي هو stolen بعدين يقول لك I ask somebody to cut my hair إنه أنا طلبت من شخص ما يش يسوي لي قص لي شعري فأقول I had أو I got my hair cut الكات تبقى نفسها number two يقول لك she asked somebody to fix the window إذا نقول she got هي حصلت الويندو الشباك مصلح she fixed يقول لك he looked outside because he heard the news هو باوع لي برا أو خارج لأنه عندما سمع ضوضاء إذن the noise الضوضاء خلت يباوع لي برا the noise made him ليش قلنا made لأنه أنا عندي ماضي إذن the noise made him look outside وهنا أنا خلي مجرد number four the leaves fall because of the wind إنه الأوراق سقطت بسبب الرياح إذن the wind number five, a photographer took a picture for a witness. شوفوا هنا احنا مثل ما اتفقنا انه المصور هو اخذ صورة للشاهد. هنا الشاهد اخذ صورة او حصل على صورة. فشي نقول؟ نقول witness had او got. هنا بالوزاري اكو نص طلاب كتبوا اعتبروا الشاهد بنية فكتبوا ان هي اخذت صورتها. اكو لا اعتبروا ولد. فالوزاري تقبل الاجابتين. انه the witness بعنتبه the witness had or got عادي his or her عادي a picture taken ماشي page number 37 هنا ما عندكم مهم بهاي التمرين كله ما عاد هنا ممكن يقول لك strong adjectives صفات قوية هي اللي هي essential و impossible و strong adverbs to make adjectives stronger اكو ظروف قوية okay تصنع صفات قوية unbelievably و extremely زين هنا عندكم ال هنا عندنا الاكسرسايز التمرين يقول اشياء الناس لازم ما تسويها هنا اول شيء برات امتحانات المدرسه يجيبوها انه الطالب يكتبها يعني يقول لك things people shouldn't do اشياء لازم الناس ما تسويها الطالب يكتب انه keep keys on a hook by the window يخلون مثل هيك مثل الشنغال احنا نسميه بالشباك فهذه يخلوها الطلاب هم يكتبون هاي كلها بالوزاره يقول لك keep keys on a hook by the window give advice اعطي نصيحة مثلا تقول له thieves اللصوص هو اصلا thief can get them by breaking the window
ممكن يجي سؤال why people should not keep the keys on وهكذا. يقول لك keep keys in a flower pot يعني خليه بالمزهرية والسندانة. تقول له ممكن إن هاي اللصوص can take there can look there يباعون منها يباعون عليها منك. tell strangers when you will be away اخبر الغرباء إن أنت حتروح. راح تقول له some of them بعض منهم may be dishonest ممكن بعض منهم يكون غير صادق ويخبر اللصوص. اما هنا يقول لك things people should do لازم الناس تسويه انه يتركون الاضواء من يخرجون برا بعد الظلام. so thieves may think ان بعض اللصوص ممكن يفكرون that we are at home احنا بالمنزل. give family member a key اعطي العائلة نسخة من المفتاح so they check the property of the house تأكدون من الملكية او المنزل. ask a neighbor to collect a meal ممكن هنا يجي فراغ مثل امتحان وزارة بين أقواس. ask a neighbor انه انت تسأل الجيران انه هم ياخذون مالتك البريد لانه thieves are least likely هم اقل حظا انهم يعرفون that we are away نحن بعيدين. tell your neighbors if you are going on holiday اخبر جيرانك انت رايح بعطلة. ليش؟ على مود they can look at the, or the house for the suspicious people او الناس المتطفلين او الغرباء suspicious people. okay زين هذا يترك هذا كلها ترك ما عدا هنا ان انا ممكن يقول لك امتحان الوزاره جاب كلمه هنا اللي هي ignition اللي هو المحرك. اوكي فهذه جابوها بكلمه بان السياره من تعطل انه اكو عطل بالمحرك وكذا يعني فهذه كلمه مهمه عندكم. صفحه 40 كلها ترك. صفحه 41 بدينا بتست يور سيلف اللي هو اختبار نفسك. هذه قطعه عندكم واجب الكتاب هي غير مطالبه للحفظ بها بس معانيها مهمه. يقول لك the land force اللي هي القوه البريه والنيفي and the air force هاي القوات الجويه البحريه كلها تعتبر branches لو types فهي كلمة branch نفس parts فمستحيل بيجيب لك branch to parts باعوا هي نفسها. أما يقول لك parts types أو يقول لك branch ويا types فتصير branch أجزاء. you must be 18 years old لازم تكون 18 سنة to belong or join تنضم إلى military العسكرية. the military needs people to care of يعتنون لو يصلحون equipment and vehicles. هنا number 4 in the military be العسكري او كذا you can take a test ممكن تاخذ اختبار to become an officer مو official. هنا يقول لك if you pass this test اذا انت اجتازت هذا الاختبار you have more responsibility حتكون اكثر مسؤوليه and you have investigate law supervise حتتحقق لو تكون مشرف على الناس حتكون مشرف. هنا يقول لك when you leave the military عندما تغادر الميليتري you your training can help you to find تدريبك راح يساعدك انه انت تجد criminal لو civilian job وظيفة مدنية لو مجرم راح تقول له وظيفة مدنية ماشي. هذا يجي من الجهتين. اما يجيب لك اياه ببوكس او اذا كان فدنا شاد المصحح ويا او الوزاري ممكن ما يجيب لك اياه بوكس ممكن هو يجيب لك اياه يقول لك security شنو كاميرا metal detector بس هو اكثر شيء يجي بوكس speed limit يعني شلون نقول تذكرة سرعة هاي بس x-ray machine اللي هو اجهزة الساعة السينية metal detector جهاز الكشاف هنا security camera هنا speeding ticket rider speed gun هذا المسدس اللي يكتشفون به السرعة conveyor belt الحزام المتحرك. هذه صفحة 42 كلش مهمة انه هنا ما منطي افعال بس هو ممكن يعطيك بامتحان افعال ببوكس بصندوق هنا ما منطي فانت لازم تعرف الفعل من عندك. يقول لك drivers must فراغ the speed limit السواق لازم او يجب عليهم فراغ حدود السرعة ان انا يطيعون حدود السرعة. you mustn't drive without your seat belt on مقدر انت تسوق بدون الحزام الامان. يقول لك your car must not have a broken lights لازم السيارة ما تكون اضويتها مكسرة هاي فانت الافعال لازم تحفظها واضحة قدامك تجي نصا. you can take the bus so you don't have to drive your car انت راح تستقي بالباص لذلك ماكو داعي تاخذ سيارتك اما تاخذ سيارتك او تسوق سيارتك باعوا كيفي انا اخلي هالفعلين. يقول لك when you ride a motorcycle you must فراغ a helmet انت مترو تركب الدراجة لازم يكون ترتدي القبعة. يقول لك هنا you must pay a fine when you get a ticket لازم انت تدفع غرامة عندما تاخذ تذكرة. يقول لك you must slow down لازم انت تبطئ at around about بالفلكة but you don't have to stop لكن انت ما كو داعي تتوقف. يقول لك you must let people cross the street at pedestrian crossing يجب ان تدع الناس تمر خلال موقف المرور.
يقول لك هذا شيء وزاري، if you فراغ a crime the police will arrest you، إذا أكو جريمة الشرطة راح تعتقلك. هنا أنا جيت بامتحان وزاري بشكل بوكس، جاب كلمة comet، فأنت أما تقول comet إذا ما جاب بوكس، أما تخلي كلمة comet إذا أنت سويت جريمة الشرطة راح تعتقلك، أو تقول كلمة do أو تقول كلمة make. ف if you make if you do if you commit a crime وهكذا. أما هذا البوكس هنا investigating يتحقق witness شاهد fingerprints شو يسموها هاي بصمات الأصابع arrest اعتقال unattended غير مراقب disposed of التخلص من أو نسمي. أيضا عندك pickpocket اللي هو النشال وcrimes في موقع الجريمة. هذه محادثة بس انت ضروري تفهمها. يعني ممكن يقول لك the police got a call about robbery last night، ان الشرطة جاءها اتصال انه اكو سرقة الليلة الماضية. when they got to the فراغ، من راحوا الى فراغ they found fingerprints، لقوا بصمات اصابع وفراغ. من راحوا الى موقع الجريمة هم ايش لقوا؟ لقوا بصمات اصابع sorry footprints بصمات ارجل وfingerprints. بعض بهذا الشكل ما طول انت ترجمتكم اياه هاي المعاني راح تقدرون تفهمون هاي الديالوج. page 43 هنا انا عندكم توصيل مثل ما اتفقنا شلون نقراها. مثل عندكم نقطة ثانية وزارية you didn't take so much a baggage، انت ما قد تاخذ هواي حقائب on a weekend trip بعطلة اسبوعية. يقول لك you didn't get special lessons، ماكو داعي انت تاخذ هاي العدسات خاصه to drive a lorry in سوق lorry. I don't have to، انا ماكو داعي شنو، انا ماكو داعي leave so soon، انه اغادر قريبا. هذا كل فبهذا الشكل يعني انت ما طول فاهم بعض الكلمات تقدر انت تعبر عن الماتش البقيه. هذا كلش مهم وزاريا. يقول لك we left underline the password، سوي خط تحت الجمله الصحيحه. بس هنا ما قالك اسم الموضوع، هو هذا اسم الموضوع give advice، اعطي نصيحه لي should او shouldn't. number 1 we left 2 hours early، احنا غادرنا منذ ساعتين مبكره، اذا احنا يجب لو لا يجب ان نفوت الطائره. احنا ما كنا داعي، احنا لا يجب ان نفوت الطائره، احنا غادرنا منذ ساعتين. the police found fingerprints at the scenes، ان الشرطه لقت بصمات اصابع على مشهد الجريمه. اوكي they should، هم يجب لو shouldn't يتقلون هاي لازم يجب عليهم they should. زين he studied hard، هو درس جيدا، هو يفشل يجب عليه نفشل، لا يجب عليه لا يجب عليه ان يفشل. number 4 he learned about computers in the military، هو تعلم حول الكمبيوتر بالعسكريه، هو يجب عليه ان يصلح كمبيوتر مالته الخاص، يجب لو لا يجب اذا يجب. number 5 there are security cameras in the building، the security guard اكو كاميرات بين بناية، so هنا أنا حارس السكيورتي الأمن، should لو shouldn't see if anyone comes، راح يشوف أي أحد يجي، يجب عليه ولا يجب؟ يجب علي. حاجة وزاري she is in the sixth preparatory اللي هو هسه أنتم، هي بمرحلة السادسة الأخيرة من مدرسة سادس إعدادي. she should لو shouldn't، هي يجب عليها تتخرج هذا الصيف لو لا يجب عليها؟ هي يجب عليها. فشان أقول لك انسى أنت متى تقرأ زين، إنه أنت جاي تقرأ زين، يقول لك إذا أقول لك you are studying very hard، انت جاي تدرس جيدا، you should pass the exam، انت يجب عليك ان تجتاز الامتحان. لو يجب عليك لا يجب عليك ان تجتاز الامتحان راح تقول يا منار you should pass the exam وهكذا. هذا ترك صفحة 44 ترك. انا ادري احلى كلمة بالتاريخ هي كل ترك، والله حتى بالكلية من يقولها كل ترك احلى فرحة. هنا أنا عندكم letter أو دي جي اللي هو التمرين جي كلش مهم. هنا أنا يعتمد على got will have will made أو make. أول جملة يقول لك photographer took a picture، يقول لك إنه مصور أخذ لها الصورة، هاي اتهمناها شيء هذا picture taking somebody at television. أنتوا شو تسوون؟ المفروض هسه توقفون الفيديو وتحلون وحدكم، لأن أنا علمتكم شلون تحلون، بس راح أحل لكم النقطة ثلاثة كلش مهمة حتى ذني هعوفن لين سبق وأخذناها، بس النقطة هاي ممكن أخيرا أحل لكم إياها. يقول لك my mother told me to turn down the music، إنه أمي أخبرتني إنه أنا أطفي الموسيقى. إذا the music راح أقول لكم طلاب شي جابون the music الموسيقى made my mother turn the television هاي لا هاي ما يصير تقولها. أقول طلاب ما يفرقون ما بين got وما بين made، made شكل مختلف، يعني أمي خلتني هاي made، أمي خلتني الموسيقى خلتني أشوف برا شكو، الرياح خلت الأوراق تسقط، هي شي خلت هاي made أو make. لكن انتبهوا على كلمة got أو have، إنه أنا هذا الشيء حصلت عليه جاهز،
انه اني شي هاد هير بيكتشر تشيك انه هي حصلت على صورتها انه هي تلفزيون انسرق بهذا الشكل. فهنا انا اقول ماي ماذا امي اخبرتني ميد مي خلتني تيرن اطفي داون ذا ميوزك. هنا من تشوفون كلمه تبع لوجود تولد من تشوفون كلمه تولد نحذف الميد يعني وجود كلمه هاي نضع ميد اوكي ونحذف التو. فماي ماذا من تشوفوا كلمه تولد ماي ماذا تولد مي turn down the music. يقول لك هنا أنا yesterday my father asked somebody to clean the car. إنه أبوي البارحة خبر شخص ما على مود يغسل السيارة. إذا يقول yesterday my father got حصل على his car cleaned. Okay. هذا الإنشاء أخذناه مع أحمد. فممكن يقول لك how to get a new how to get a new job. أو يقول لك أحمد wants to be a security guard. هو يحب يكون حارس أمن. فراح يروح إلى مقابلة على مود يستاذ هالمقابلة. سو أنت راح تكتب له إنشاء. هذا كله ترك عندكم. هذا يحكي على القطعة مالتكم مال الكتاب. مثلا يقول لك police departments don't use radar guns anymore. إنه الشرطة ما تستخدم الرادار. أقول له غلط. أقول له radar guns can only calculate the speed for the moving towards them. إن الشرطة فقط راح تحسب السرعة مال السيارة البعيدة عنهم. غلط. ممكن يحسب أشياء ثانية. Some radar guns are shaped a bit like guns. بعض أنواع الرادارات تشبه المسدس. أقول له true. Number four, a radar detector مكاشف الرادار ممكن إنه هو يسوي beeping sound أو beeping noise يسوي صوت إذا هو اكتشف السرعة. أقول له صحيح. Number five, يقول له there are two main problems. أكو مشكلتين أساسية with radar detectors. تقول له صحيح. عشان المشاكل ممكن تجي فراغات وممكن تجي بين أقواس اللي هو يكون illegal غير مسموح به قانونيا. get a fine يأخذ به غرامة. Number six, some people think radar guns don't work well. بعض الناس يفكروا إنه هو ما يشتغل صحيح. فعلا الناس بعض أحيان يقولون إنه هو كلاوات بس هو مو كلاوات. Number seven, police must be trained to use. إن الشرطة لازم يكونوا مدربين على استخدام بالصورة الصحيحة. أقول له صح. Radar guns don't need any maintenance. إنه هذا محتاج أي تصليح. أقول له غلط. هو يحتاج تصليح. أوكي هذا عندكم يعني ترك وهذا أخير هي شيء هذا مهم. هذه ترك وصلنا يونت 3 أنشرها عليها باليوتيوب بعض الأشياء.